محمد شوشة، وهو ابن عم الشهيد ملازم أول أحمد شوشة. أيوة. أستاذ محمد، بقاؤه الدوام لله ونحسبه عند الله من الشهداء إن شاء الله. ونعم بالله سمر بيه. قلوبنا معاك. ربنا يبارك ساعتك فندم، ربنا يبارك ساعتك. وطبعا يعني أرجو أن حضرتك تنقل لأسرته ومحبيه كلهم خالص، مش بس عزائنا، خالص عزائنا وفخرنا. يعني أرجو أن الكلمة دي دايما تبقى مقترنة بفكرة العزاء والمواساة، لأنه مشاعر الفخر كمان بيه وباللي عمله وباللي احنا فيه بسببه لازم كمان تبقى واصلة لأسرته وأبنائه وأحفاده وأمهاته وكل الأقرباء له. يا فندم ده شهيد، والنهاردة كنا بنزف عريس للجنة. الله. كان يعني بمنتهى الأمانة السويس كلها شعب ومواطنين جيش وشرطة كلهم كانوا على قلب حاجة واحدة بس، هم بيشيعوا عثمان شهيد عريس إلى الجنة. الكلام ده يا أستاذ محمد ده بجد، يعني هذه المشاعر والأحاسيس اللي عندكم وأنتوا في جنازة الشهيد أحمد النهاردة، أنتوا فعلا حاسين بكده، مش كلام إعلام ولا كلام للترويج. يا فندم معالي المحافظ وأعضاء مجلس الشعب والنواب كلهم كانوا موجودين، وكل القيادات التنفيذية والجيش والشرطة كلهم كانوا واقفين معانا، وقفوا وخدوا زمايل أحمد كانوا موجودين معانا، ووالدهم شد على إيديهم وقال لهم مش هرتاح غير لما تجيبوا حقه. طبعا. لازم تتصلوا بيا وتبلغوني إن أنتوا جبتوا حق أحمد. أحمد راح ضحية مؤامرة من الإرهاب الغاشم اللي موجود في مصر، ولازم نحاربه بأي شكل من الأشكال لغاية لما نقضي عليه نهائي. ده أبو البطل والله، هو اللي يعني يبقى موقفه بهذا الثبات وهذا الصبر وهذا الجلد. أستاذ حافظ ربنا يديله الصحة ويكرمه، يعني كان بيزف عريس وكان دايما كل كلامه طول الطريق أنا بزف شهيد للجنة. الله عليه الله عليه. قول لي في سطر واحد كده أستاذ محمد، عنوان أو سمة أساسية للشهيد أحمد الله يرحمه. أحمد كان شخصية مرحة وراجل بمعنى الكلمة، كل شعب السويس من أبناء السويس الشباب كانوا قدوا كلهم، كانوا بيحبوه جدا، مرح جدا، يعني كان عطوف جدا على أطفال الصغيرين، وكان برياضي وكان بطل في الرياضة، وكان ما شاء الله يعني في كل الأنشطة كان حاجة هائلة جدا. ويعني نحسبه عند الله، يعني إن شاء الله في الجنة بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله. ربنا يبارك فيك يا تامر بيه. شكرا جزيلا، ربنا يبارك فيك انت، وهذه الارحام العظيمه هي التي انجبت لنا احمد وامثاله، والحقيقه شعب السويس كله عمره ما جاب غير رجاله.